كان الفريق وراء هذا النظام الطيب الخلوق. نذكر اخواننا الصحفيين انه بالنسبه للفريق كان المساحه الورقيه في الجرائد الورقيه بلغت حوالي 5 مقالات هذا الاسبوع، والمساحه الزمنيه للسمعي فقد بلغ 7 دقائق. وبالمناسبه نشكر قناه الدوزان على احد البرامج التي قدمت لها، وخصوصا السي عمير راشد الذي تواجد معنا، شكرا لك وشكرا للرياضه وكل المنابر الاعلاميه التي تواكب ما يسمى بالاداء التواصل في فريق مرتضى البركان. شكرا كذلك لمنتج الجامعه الذي لا يتوانى على كتابه تقاريره حول فريق مرتضى البركان ونحن داخل المرسى. شكرا للجميع والسي طارق، شكرا. سؤال كلاسيكي قراءه. طريق سؤال حسب القوانين، فالإذاعة شكل إذاعة شركة نعم سعيدي سفارة كذلك كنا كنرجعوا باش اننا نشجعوا واحد الهدف سريع يمكن لنا انه يسهلنا اننا في مجال الماتش ما ننساش اننا نلعبوا في الاسبوع وقدرنا اننا نرجعوا الماتش قلنا اننا سي ميو بالنسبه لنا المقابله الاخرى حتى كنلعبوا في هذه المقابله وعندنا كذلك على المقابله اللي تابعه وهذا ماشي شيء هين باش انك تبقى تربط المقابله ما يتشجعش عليك تحاول تسجل ومع ذلك تحاول تتصل. الحمد لله مشات المقابله كيف ما خصها تمشي، كان في امكاننا نضيفوا هدف او اثنين ولكن الحمد لله على النتيجه هذه النتيجه اللي كتير ان الله باش يكون مهتم جيد ان شاء الله في المرحلة اللي ما نبغيوش بيسور المسائل اللي كنفكروا فيها بحكم خصوصا في الدفاع لان ما عندناش قطاعيه اللي نقدروا مع
تعوضوا بها، خصوصا في الريتم هذا لي ماتش هذو اللي كيجيو واللي مازال يجيو صعاب بزاف. كنتمنى من الله باش تعطيو الرسول سعيده بزاف بالنسبه ليكم، ونتمنى الله باش يكون معنا في المقابله الجايه. شكرا. السؤال للاستاذ في الاسم ديال كل منظر اللي كيتبغي. جمال العزيز سعيد صباح الشرق، اولا يعني يقول عليه الاستاذ العزيز. السؤال ديالي هو مشترك، بعد مرور كل المباريات الدولية يعاني إشكالية المنطقة في ظل الشباب لاعب على وجه الحين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك انتدابات في هذا المركز؟ بالنسبة للسؤال ديالكم في الشق الأول ديالو، المقابلة في ظل كل المباريات الدولي المغربي والامتيال ديال ماتش الفوتبول ديال الشامبيون الماروكان، هل هناك هل تعانون من ضغط ديال لجنة البرمجة في ظل وجود مؤجلات واللعب على واجهات افريقيا والوطنية؟ بالنسبة للبرمجة بصراحة التحكيم بتاتا كنقول لهم كل احترام وكل تقدير كيف ما كنت كتعرف مرارا وتكرارا. بالنسبه للبرمجه ماشي من الاختصاص ديالي، يعني كنفضل انني نهضر في الامور اللي كتخصني. حقيقه هذه المقابلات في اسبوع ماشي بالامر السهل، ماشي بالامر الهين، كيطلب من اللاعبين واحد التحديات كبيره، كيطلب منا حنا واحد الطريقه ديال العمل اللي كتكون اديكوا باش انا كنت في هذه المقابلات في الاسبوع. فهذا هو اللي كاين، يعني اشياء اخرى كنحترم الناس ديال البرمجه كيف ما كنحترم جميع المكونات ديال كره القدم، كل واحد من الاختصاصات ديالو باش ما نخرجش اشياء اللي ما كتعجبنيش. السؤال الثاني الشيخ ديال الاستاذ شكرا، اسمح لي. الانتدابات، بالنسبه للانتدابات كنظن على ان الفريق اللي كيلعب على جوج الواجهات فاكيد انه كيخصو بعض المراكز واللي تكون معقوله، ماشي انتدابات من اجل انتدابات. ما هضرنا مع الناس ديال المسؤولين ديال الفريق، واللي بهذه المناسبه كنوجه لهم تحيه كبيره على المجهودات الكبيره كذلك اللي كيديروها في الخفاء وكذلك في العلن. ف حنا فاش كتشوف بان الرجاء كتقول لك خصها انتدابات، فاش كتشوف الوداد كتقول لك خصها انتدابات، فاش كتشوف الاكتيف ديال الطرف ديال وجده، فاش كتشوف الاكتيف ديال المغرب تطواني، فاش كتشوف الاكتيف ديال حسن تكادير، فكاين كونكيرونس تخي بود. حنا كنلعبوا على جوج الواجهات كيف ما كيعرف الجميع، فعندنا كما وجدت العقليه والرزانه خصنا حتى حنا بعض المراكز اللي فيها الخصاص باش يمكن لهاد اللاعبين اللي تيتولار يمكن لهم حتى هما يتعاونوا فيما تبقى من المسار ديالهم باش اننا يمكننا نجريو اللي بقى من المقابله بطريقه جيده ان شاء الله. اخر سؤال. السلام عليكم. باش عبد الرحيم جهاد المعطف، عندي واحد السؤالين، لانه سمح لي شويه انا ديجا بعدا كانوا الدارين تاع بركان تعمونا بالانشائيه، كنديروا الانشاء، غادي نقول لك سؤالين انشاء. الاول، النهضه البركانيه معروف انها تحقق نتائج جد ايجابيه، سواء على البطوله الوطنيه او كاس الاتحاد الافريقي. لكن الملاحظ ان لك 9 لاعبين في الهجوم، وانت تلعب باثنين فقط. ألا تلاحظ أن هذا استنزاف مالي للفريق؟ ومن جهة أخرى، فمقابلة اليوم كما باقي مقابلات النهضة البركانية بميدانها رأينا الفرجة جميلة حقيقة وفرجة زينة، ورأينا كذلك تضييع الفرص. ألا تعتقد أنك تفتقد لمهاجم قناص لكل تلك الفرص الكثيرة والكثيرة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنهت ما بكان زمان نهضه معقول، انهت سنة 2019 متصدرة في المسابقتين الوطنية والكاف، بل هي مؤهلة للفوز بالبطولة وعلى بعد خطوات من كأس الكاف، هذه مفروغ منها. لكن ألا تلاحظ أن المستوى الفريق يختلف من البطولة الوطنية إلى مسابقة الكاف؟ كما لو انه ليس نفس الفريق، ماشي النهضه البركانيه، النهضه البركانيه اللي تفرجنا لها ديما، هذه النهضه البركانيه اللي كتفرج لها في المسابقه ديال الكاس ليست هي النهضه البركانيه التي نتفرج عليها في المسابقه الوطنيه.
يعني كاين واحد الفرق كبير بزاف. اين الخلل؟ قبل الاجابه بان السؤال الذي بانشاء ان ناضه بركان ماشي في ناضه بركان, طريق اخر. ولهذا لا ماشي في ناضه بركان, صحفيين تاع بركان في وجده. ماشي هنا, ماشي هنا, ماشي هنا, بالجميع الاحترام ونكملوا لجميع رجال الاعلام بالاحترام والتقدير, ونحن نحن نقود الرياضه جسرا لترسيخ القيم الانسانيه الساميه. كاين اخويا كيبقى تتمة العمليات. ما كرهتش كان كنلوك وجهو بكل صراحة, يعني ما كرهتش يعني بكل صراحة, ولكن حتى اللاعبين اللي عندنا الحمد لله ما نوصلهمش من المجهودات اللي كيديروا, وعندهم المارج دو بروغريسيون ان شاء الله نخدموه, وان شاء الله يكونوا بطريقة جيدة. مي ما نكذبش عليك, ما كرهتش برمي لي جوار اللي يقدروا يجيو, عندنا طاكون دو كاليتي اللي يمكن يترجم هاد الأشياء, هاد لي زوكازيون والديبيوت, لأن بكل صراحة كنا بزاف ديال لي زوكازيون. ما تنساش بأن كاين وترا اللي ما كانش كيلعب, وحنا قلنا كنقحموه, وعندو لي ماتش دو بروفيسيون إن شاء الله. كاين دو جوار اللي جايين من دوزيام ديفيزيون اللي ولاو كيلعبو, اليوم كانوا لي تيتولير زغودي و أجراي. فكنظن على أننا يعني المونترينور ما كرهش يكون عنده ان اتاكون, وكنكرهها واحد المره واحده اخرى في لاكاليتي ديال لاباكو جو ولا ديال الكعبي. ما كرهناش هاي مع هاد لاكاليتي جو اللي كدار دابا, فكان الفريق غادي يظهر بمستوى افضل وافضل. كذلك بالنسبه للاعبين اللي كاينين, فهما كما قلت لك عندهم واحد اون مارش دو بروغريسيون, واضافه ان شاء الله الى استطعنا اننا نجيبوا اللاعبين اللي عندنا في الاماكن ديال الخصص, فكنظن اننا يمكننا نواجهوا الشطر الثاني من البطوله بطريقه افضل ان شاء الله الرحمن الرحيم, ونكونوا كذلك متاهبين لاي حاله طوارئ. لان كتعرفوا كره القدم كتجي لا ميفورم بعض المرات ديال اللاعبين, كيجيو لي بليسور, كيجيو كذلك لي كارطون, بارفوا كطيح في المومون اللي خصك تلعب ان ماتش كروسيال, كوساسوا في لاكاف ولا في البطوله, لان ثلاث نقاط كتولي غاليه بزاف بصراحه. فكنتمنى من الله باش اننا في المحل غادي بواحد الطريقه جيده, والتعاون والتضافر وواحد الذكاء اننا نوصلوا في نهايه المطاف في المنتقى اللي كيحلو اللي كيحلم به كل بركان ان شاء الله. شكرا للاستاذ.